طيب عندنا في كانت بطوله الكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصه كانت بتنظم في مصر، الحقيقه تنظيم مميز جدا. قطاع الكاراتيه بالنادي الاهلي نظم بطوله خاصه بذوي الاحتياجات الخاصه من ايام في فرع مدينه نصر، وشارك فيها عدد كبير من لاعبتنا. الاهلي نظم البطوله دي كنوع من المسؤوليه المجتمعيه، وده طبعا دور كبير جدا بيقوم به النادي الاهلي منذ انشائه علشان يحصل لهم دمج جوه المجتمع، وكمان نقدر نعلي من مستواهم. اللي شاركوا في البطوله اكدوا انها اتعملت بتنظيم كويس جدا وكانوا سعداء بالمشاركه. طبعا كاميرا الابطال ما فوتتش هذا الحدث المهم وكانت موجوده في هذه البطوله. نتفرج على التقرير ده اللي صورناه ونرجع لحضراتكم تاني. البطولة دي سنوية إن شاء الله بتتعمل في النادي الأهلي بمختلف الفروع بتاعته. السنة اللي فاتت كان في الشيخ زايد، السنة دي في صالة مدينة نصر، والحمد لله في دعم كويس قوي من مجلس الإدارة ومن النشاط الرياضي إن إحنا نعمل البطولات دي، وهم سبورتد جامد قوي للولاد دي، وعندنا منهم أبطال عالم وأبطال جمهورية، وعندنا ستة في منتخب مصر، فالحمد لله ماشيين بخطى ثابته وفي تقدم ان شاء الله. احنا بنعمل لهم البطوله السنويه دي داخليا بينا وبين بعض، اول مره النهارده نعملها كايفنت معلن، وانا سعيد جدا ان قناه الاهلي جت تغطي الحدث ده. بيدينا فرصه ان احنا نختار العناصر اللي قادره على المنافسه. احنا عندنا فعلا بنت بطله عالم 4 مرات قبل كده، وعندي امل ان يتبعها ولاد وبنات تانيين ونديهم الفرصة، وهم الحقيقة جمال. الكلام ده بيخلي الولاد دي قادرة تمارس حياتها الطبيعية بطريقة أفضل، حالتها الصحية تبقى أفضل. النادي الأهلي مغطي تقريبا كل المجالات بدخول الاحتياجات الخاصة، يبقى احنا كده مش ناقصنا حاجة. احنا الحمد لله طبعا هنا في النادي الأهلي بقالنا 5 سنين عملنا الفرقة بتاعتنا، فرقة الأبطال دي، وانا كنت انا بقالي 20 سنة في النادي، وكنت بتمنى من زمان ان انا اعمل لهم فريق يعني، والحمد لله قدرنا ان احنا يعني نعمل الفريق دوت. التعليمات احنا ما بنديش تعليمات، هو الموضوع هم بيلعبوا كاتا اللي هي الحركات فرديه، طبعا بنعلم الاولاد. هو ما شاء الله استجابتهم ممتازه، وطالع منهم ابطال عالم الحمد لله، وفي عندنا 10 السنه دي في منتخب مصر ان شاء الله للكاراتيه باذن الله. كميه كاراتيه خدت يعني عشان انا بقوه قويه، عشان الكوية عشان كنا قطع الناس بفرحوني. نفسي أبقى بطل كاراتيه. الكاراتيه بحبه قوي، ما كنتش أعرف إلا هو بيتدربوا جامد، ولما هما ابتدوا يعملوا بقوة يعني باور، حبيت اللعبة كتير. زي ما قلنا لحضراتكم ان النادي الاهلي ليه مسؤوليه مجتمعيه ودايما بيحافظ عليها، مش كده بس يعني، الحقيقه العاب كتير ونشاطات كتير بيتم رعايتها جوه النادي في الوقت اللي الانشطه دي زي ما حضراتكم عارفين، وده لا يخفى على احد، ان هي لا يعني ما بتجيبش دخل، ولكن هو ده المسؤوليه. النادي الاهلي ونادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم قلعه كبيره للرياضه والنشاط الاجتماعي في مصر كلها، ويمكن يعني اكبر دليل التقرير اللي شفناه وقد ايه فرحه اولياء الامور وفرحه اللاعبات واللاعبين، يعني دول الملائكه الحقيقه اللي ربنا بيبارك في اي مكان عشانهم.